كسر البصر هو تغيير طبيعي يحدث كلما اقتربنا من سن الأربعين، ويؤدي إلى بعض التغيرات في عدسة العين مما يفقدها القدرة على التركيز على الأشياء القريبة. وتتكون عدسة العين من كبسولة ونواة، وتتصل كبسولة العدسة عن طريق بعض الأهداب بجزء هام من العين يسمى الجسم الهدبي، وهو المسؤول عن تغيير قدرة عدسة العين على تجميع الصورة سواء للمسافات البعيدة أو القريبة. ومع تقدم العمر يحدث ضعف في هذه القدرة، فيصبح لدى الإنسان رؤية طبيعية للأشياء البعيدة، ولكنه يحتاج إلى وسيلة مساعدة لرؤية الأشياء القريبة، وهي المعروف باسم نظارة القراءة. مع تحيات مراكز الدكتور عصام.